فورسز بس مش كونكرنت، شويه فورسز بس ايه مش كونكرنت، وعايزين نستبدلهم باشياء تانية تعمل نفس الوظيفه. قال ان انت عشان تجاوب على السؤال ده في شويه سكيلز لازم نراجع عليها. اول سكيل هو المومنت اوف فورس. المومنت، تعالوا كده ناخد اللون الايه الاسود ونقول عنوان كده 4.1، هو المومنت of force about point. ايه بقى قصة الفورس، المومنت of force about point؟ واصلا يعني ايه مومنت؟ مومنت معناها الابيليتي of the force to rotate about point. المومنت ديت هي الابيليتي of a force to rotate about point. هو عايز يدور حوالين point. فقال لي ان انا لو عندي line، line دوت فيه force، وعندي هنا point عايز ادور حواليها، فباخد ال perpendicular distance. شايفين الخط اللي رسمه دلوقتي ده؟ ده عامل angle 90 اهو مع الايه force. بنسمي ال distance دي ديت دي، بيبقى ال definition بتاعها او الليبل بتاعها هو ال perpendicular distance per perpendicular distance. وفي ناس مننا بتسمي ال distance ديت moment arm، moment arm. فبيبقى ال definition بتاع المومنت، لو كنت انا 2D، لو انا كنت in plane يعني 2D، قال لي يبقى المومنت حوالين البوينت بيساوي بلس اور ماينس الاف تايمز الدي. ده رول كده بسيط معظمنا عارفه. والبلس لو كان كاونتر كلوك وايز، والماينس لو كان ايه، لو كانت الفورس بتدور كلوك وايز. طب لو انا الفاليو ديت عايز اكتبها في صوره فيكتور، قال لي لو عايز تكتبها في صوره فيكتور يبقى المومنت اباوت البوينت از ا فيكتور هيساوي الفاليو اللي انت جبتها بس مضروبه في الكي. يعني ممكن نجمل بقى القانون كله على بعضه كده، بلس اور ماينس اف في الدي، بس ده هيبقى ايه اليونت فيكتور بتاعه كي. طب ليه كي؟ قال لي لان المومنت ده بيبقى دوران حوالين لاين بيربنديكولر على البلين. ايه الكلام الكبير ده؟ قال لي يعني انت، تعالوا كده نرسمها 3D يا رب بس توضح معاكم. ادي ورقه اهي المنظر ده، وهنا في فورس جوه الورقه اسمها اف، وانا عايز ادور حوالين البوينت دي. معلش دكتور، هوضح. انت بتقول لي ان انا ان البوينت، معلش دكتور هوضح حضرتك، حد بيكلم؟ سلايد شو عشان نبقى شايفين احسن. اعمل ايه؟ سلايد شو عشان نبقى شايفين الصوره اكبر. يعني هي الصوره كده صغيره؟ لا مش صغيره، بس عشان تبقى اكبر نبقى شايفين الصوره كلها على الشاشه بتاعتنا كلها. لو عملت كده هيبقى اللون الوحيد اللي اقدر استخدمه هو اللون الاحمر. لا بيبقى فيه كذا لون. يعني لو عملت كده هيبقى اللون الوحيد هو اللون الاحمر. بس حضرتك دوس رايت كليك. لا معلش، الاوبشن ده ممكن بعد المحاضره. انا شخصيا لما بعمل الشوز اعمل ايه؟ رايت كليك. كليك رايت كليك. اه حاضر رايت كليك اهو. Pointer options. اه هتلاقي حاجه هيطلع لك الالوان بقى. انا هعمل كل color. ده انك كولر اهي فين؟ ما طلعش حاجه والله. اهو بص اهو فين كولر. اه انك كولر انا عندي عشان هي دي. بص ماشي حاضر الالوان رفع كده. كده انت علمتني حاجه.
ماشي تسلم. ماشي يا يلا بينا نرد لك الجميل. نعم اتفضل يا دكتور. هنا بس ليه الاستيكه مش شغاله ليه؟ ماشي حاضر انا بس كده ايه نعمل كده نيجي البتاع دي كده تاني نعمل الستارت زي ما انت قلت. يعني ليه الاستيكه مش شغاله؟ طيب ما علينا. حضرتك كنت بتكتب ببرنامج غير البرنامج اللي حضرتك بتكتب بيه دلوقتي. يعني انا اخرج كده هتمسح بالبرنامج الاول ونمسح كلمه بوينت دي. حاضر. يعني انا لو عملت بقى لو عملت كده خلاص الدنيا هتبقى ايه؟ هتبقى ان شاء الله كويس. ادي الكليك يمين اللي انت قلت عليه. يا دوش الكلام ده يا جدعان كده. يلا نكت هنا ادي البوينت اهي. طب كده الصوره اوضح للناس صح؟ دي بوينت اهي ونيجي ننزل بقى الخط البربنديكولر بتاعنا اهو. ادي الخط البربنديكولر بتاعنا عامل انجل 90 اهو. هتلاقوا ان الورقه بتدور كده. الورقه بتاعتنا بايه؟ بتدور كده. كده ده اللي هو ايه؟ كده ده اللي هو حوالين اللاين ده. بص شايفين اللاين اهو. كاني مسكت قلم وغرسته في الورقه والورقه بتدور حوالين الايه؟ القلم. يبقى ده كده اسمه ايه؟ الاكسس اوف روتيشن. الاكسس اوف روتيشن. الاكسس اوف روتيشن ده ايه علاقته بالورقه؟ عمودي على الورقه، نورمال للورقه. طب انا دلوقتي الورقه ديت اكس وواي، انت قلت لي 2 دي اكس وواي، مين اللي نورمال على الواي؟ هو الزد. فعشان كده اليونت فيكتور بتاع المومنت هو ايه؟ هو زد. يبقى ده القوس ده هو المومنت واليونت فيكتور بتاعنا هو مين؟ هو الكي. بس طبعا ببقى مع الكي بقاعده الرايت هاند رول او عكس الكي برضو بقاعده الرايت هاند اير هاند رول. عشان كده بقول ان البلس لو كانت الفورس بتروتيت انت كلوك وايز والماينس لو كانت بتدور ايه؟ لو كانت بتدور كلوك وايز. الكلام ده بسيط لمعظمنا بس احنا بنشرحه للايه؟ للناس اللي عندها مشكله في القصه ديت. طيب فين المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه هي تحديد البلس والماينس وتحديد النورمال ديستانس. تعالوا نوضح ده من خلال بيزك سامبلز. بيزك سامبلز دي كده ايه؟ مودلز كده صغيره توضح لنا اللي انا عايز اوصله لكم. يقول لي ايه؟ ان اتش كيس in each case determine هات لنا the moment about point A. point A في كل حالة من اللي هرسمهم لك دلوقتي هات لي المومنت حوالين البوينت A. طيب يلا بينا. ادي بار وادي بوينت ايه وجاي هنا رسم لي فورس. قال لي ان الفورس دي بتساوي 100 نيوتن وعامل لي الانجل دي كده 90 وقال لي ان المسافه من الاي للبي كانت 3 متر. دي كيس. الكيس الثانيه رسم لي نفس البار اهو. ادي الاي وادي البي بس جه هنا ورسم لي الفورس كده. قال لي الفورس بتساوي 100 نيوتن وقال لي الانجل دي 20 ديجري وقال لي المسافه دي 3 متر. الكيس رقم 2. الكيس رقم 3 جه رسم لي الممبر كده انكلايند بانجل 20 وقال لي طول البار ده 3 متر وادي بوينت A وادي بوينت B وقام جاي راسم لي فورس 100 نيوتن وجاي عامل لي خط كده وقال لي الانجل دي ب 10 ديجري. الكيس الرابعه والاخيره رسم لي بار كده
ادي بوينت A وادي بوينت B، وقال المسافة دي 3 متر والمسافة دي 1.5 متر، وهم جاي رسم لي الفورس كده 100 نيوتن. واللي في كل حالة من دول هات لي المومنت حوالين البوينت A. تعالوا بقى ننقي لون كمان، ناخد اللون الايه، ناخد اللون الازرق اهو. واضح الرسمه الاولانيه مساله مباشره، هقول ان المومنت اباوت الاي هيساوي ال100 دي الفورس مضروبه في الديستنس اللي هي 3، وهقول بلس. طب ليه يا دكتور هتقول بلس مش هتقول ماينس؟ تعالوا كده نتخيل ان احنا معانا برجل، سن البرجل مثبت نقطة ايه، سن البرجل مثبت مين؟ نقطة ايه، نقطة ثابتة اهي، وعايزين ندور البرجل حوالين الايه، يقوم البرجل يدور ازاي؟ يدور كده اهو، شايفين سيركل اهي، دار في سيركل، السنتر بتاعها هو مين؟ هو نقطة ايه. الدوران بتاع الفورس جه ازاي؟ جي عكس عقارب الساعة اهو. يبقى الدوران، واحد يقول لي يا دكتور ما هي ممكن تدور كده، لا تدور كده حوالين مين؟ ده بتدور حوالين حد تاني، احنا عايزينها تدور في سيركل السنتر بتاعها هي بوينت A، ما ترسمليش اي شيب تاني. يعني معنى كده، تعالى بقى نمسح الخط الجميل اللي انا رسمته ده، يبقى احنا معنى كده ان احنا هناخد مين؟ هناخد الاشارة البلس. دي الكيس رقم واحد. طب الكيس رقم اتنين، قال لي الفورس دي الفاليو معايا لكن البربنديكولار ديستانس مش معايا، قال لي اعمل ريزوليوشن. لو جينا عملنا ريزوليوشن هلاقي ان جالي كومبوننت هنا اللي هو ال 100 وساين 20، وهنا 100 ساين 20. ال 100 ساين 20 زيها زي الكيس رقم واحد، هتتضرب في 3 بالبوزيتيف. طب وال 100 كوساين 20 ايه، مش هتتضرب في حاجه. ليه؟ بصوا كده، تخيلوا ان عند الاي في مسمار. عند الاي في مين؟ في مسمار اهو. هل ال 100 كوساين 20 هتدور المسمار؟ قال لي لا دي هتشده. لا، ده احنا عايزينه يلف حوالين المسمار. فتخيلوا ان انا عندي هنا مسمار اهو، تعالوا نرسمه بالشيب اللي احنا عارفينه، ادي مسمار اهو، وانا جيت حطيت عليه مفتاح اهو، ادي المفتاح اللي بايه، اللي هيفك المسمار اهو. لو انا زقيت المفتاح كده بفورس اف، هل المسمار اللي هنا ده هيضر؟ لا، ده هيتزق، انا عايزه يدور. طب لو كده، لو شديت المفتاح لبره، هل المسمار هيدور؟ قال لي لا مش هيدور، لازم ايه؟ لازم الفرس ما تمرش بالمسمار، لا خارجه منه ولا داخل عليه. يعني معنى كده ان ال 100 كوساين 20 دي مش هتعمل ايه؟ مش هتعمل مومنت، مش هتدور يعني، ملهاش ايه؟ ملهاش ابيليتي للدوران. لكن ال 100 ساين هتدور، فيبقى المومنت بقى عباره عن ال 100 ساين 20 مضروبه في الديستنس اللي هي 3، واخد الاشاره البلس. طيب ايه كمان ممكن نعمل؟ طريقه ثانيه، قال لي تعالى نشوف الكيس اللي بعدها دكتور. الكيس اللي بعدها ممكن بس ما تتكلمش، استنى. الكيس اللي بعدها ان انا اعمل ريزوليوشن للفورس على اللاين اي بي والنورمال عليه. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني هاجي هنا واعمل لاين كده اهو، وادي لاين كده. الريزوليوشن هيبقى كومبوننت هنا اللي هو 100 كوساين 10، وهنا 100 ساين 10. ال 100 كوساين 10 بتمر بوينت A، نفس الكيس اللي فوق، فدي كده ما تعملش مومنت. ال 100 ساين 10 بيربنديكولار على الديستانس 3،
بمعنى كده ان المومنت اباوت الاي بقى المية ساين 10 تايمز كام؟ تايمز الديستنس اللي هي 3 وبرضه بالبلس. خلي بالك ان الديستنس 20 ما استخدمتهاش. طب وانا ما ينفعش استخدمها؟ اه ينفع تستخدمها وتخش في طريقه ثانيه للحساب. برضه زميلنا هنا بيقول لي يا دكتور في طريقه ثانيه لحساب المومنت بتاعت كيس رقم 2. اه في انك تمد اللاين وتقعد تعمل بربنديك. احنا مش 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 ثانويه عامه قوي، احنا بس عايزين نحط بيزكس عشان نخش في موضوعنا الاساسي اللي هو فورس سيستم ريزلتنت. طب في طرق ثانيه؟ اه في طرق ثانيه مش موضوعنا. طيب نيجي للكيس رقم رقم 4. الكيس رقم ايه؟ رقم 4. قال لي هنا في ناس بتتلخبط بقى، اضرب ال100 في ال1.5 ولا اضرب ال100 في ال3 ولا اضرب ال100 في مجموعهم اللي هو 4.5. لا احنا لما بناخد الديستانس ديت، الديستانس دي ما بين الفورس، ما بين البوينت ولاين الفورس. يعني ممكن الفورس بتاعتنا تبقى من هنا لهنا بس، الفورس بتاعتنا ممكن تبقى من هنا لهنا بس، اي وقفت لحد هنا، ومع ذلك انا مديت الايه البربنديكولار لاين. فهنا نفس الكلام، همد اللاين بتاع الفورس. اهو بصوا الخط الازرق ده، اهو ده كده مين؟ الخط الازرق ده، ده الفورس لاين، ده الفورس لاين. وعشان ما اتلخبطش قوي ارسم الفورس تاني فوق البوينت اللي انا عايز ادور حواليه. اهو ينفع؟ اه ينفع، طالما الفورس ما نقلتهاش من طريقها يبقى انت صح. لان احنا في العلم بتاع الستاتكس او الفيكتورز بنقول ان نقل الفورس على طريقها ما يغيرش في التأثير بتاعها. يعني لو كانت الفورس اترسمت هنا زي هنا زي هنا زي هنا، طالما ايه؟ طالما على نفس اللاين. عشان كده بنسمي الفورس سلايدنج فيكتور، كان كلام كده نظري بنشرحه زمان مش موضوعنا دلوقتي. طيب فين بقى الدي؟ قال لي الدي هي البعد ما بين البوينت A ولاين الفورس. بصوا شايفين اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده؟ اهو ده البعد ده بكام؟ البعد ده ب 1.5. طب الفورس دي لما تدور حوالين الايه هتدور ازاي؟ هتدور كده كده، ده اللي هو كلوك وايز. يعني يعني معنى كده ان المومنت اباوت الايه هيبقى ال 100 مضروبه في البعد اللي هو 1.5، بس هنا في اشاره ايه؟ اشاره ماينس عشان هي دارت كلوك وايز. يبقى الامثله دي مش مسائل احنا بنحلها، الامثله دي هي بيزكس. يعني انت الفورس في المساله هتجي لك يا اما مباشره زي الكيس رقم واحد، يا اما انكلايند زي الكيس رقم اتنين. دي كده الكيس رقم واحد كيس 1، يا اما الفورس هتجي لي زي كيس رقم اتنين اعمل ريزوليوشن، يا اما هتجي لي الفورس زي الكيس رقم ثلاثه هيبقى البعد مايل والفورس كمان مايله، فاستغل الجيومتري في ان انا اروح بالطريق الاسهل. والكيس الرابعه والاخيره ان انا تجيلي الفورس بعيده عن البوينت فابدا ازحلقها عشان تبقى جنب الايه؟ تبقى جنب البوينت. طيب ايه تطبيق الكلام ده؟ تعالوا نشوف تطبيق الكلام ده من خلال الاكزامبل ده. الاكزامبل ده المفروض انه هيكرر اللي احنا شرحناه في السلايد اللي فاتت، عشان كده ما سالتش انتوا فاهمين ايه. ممكن نسال بعد دي. بيقول لي فور ايتش كيس، لكل حاله من اللي انتوا شايفينهم من الرسومات اللي انتوا شايفينها ديت، ديترماين ذا مومنت اوف ذا فورس اباوت او. عايز يعرف المومنت اباوت او، او فين؟ اهي الراجل موضح لي على الرسمه فين نقطه او اهي. طيب تعال المومنت اباوت او في الكيس رقم واحد ام او هتساوي، واضح هنا ان دي كيس رقم واحد، الفورس جاهزه والديستانس جاهزه والبعد البربنديكولار جاهز. يبقى الفورس اللي هي ال100 في البعد الجاهز اللي هو 2. طيب بلس ولا ماينس؟ البرجل بتاعنا نغرس سن البرجل عند الاو، والقلم بتاع البرجل يمشي مع الفورس، قلم البرجل يمشي مع الفورس، فتلاقوا البرجل دار معاكم كلوك وايز. كلوك وايز يعني ماينس مع عقارب الساعه يعني. طب تعالوا للسؤال بي،
السؤال بي هو الكيس رقم 4. السؤال بي هو الكيس رقم 4 اللي هي ايه؟ ان الفورس بعيد عن البوينت. لا انا هزحلقها على الطريق بتاعها اهي، بقت هنا الفورس اهي بكام؟ بخمسين نيوتن. طب البعد بكام؟ ادي البعد اهو، ادي البعد البربنديكولار اللي هو 0.75 متر. طب الفورس هتدور ازاي؟ الفورس هتدور برضو ايه؟ كلوك وايز. يبقى معنى كده ان المومنت اباوت الاو هيساوي الفورس بكام؟ بخمسين. البعد بكام؟ ب 0.75. الاشارة ايه؟ الاشارة ماينس. بصوا تفكيري واحد في كل كيس، الفورس بعد كده حطيت البعد بعد كده حطيت ايه؟ حطيت الاشارة. السؤال سي، السؤال سي عايز المومنت اباوت الاو. الفورس جاهزة؟ اه الفورس جاهزة. بكام؟ قال لي باربعين. طب البعد جاهز؟ قال لي لا البعد مش جاهز. ان هو البعد، تعالوا نمسح ديت، قال لي لان البعد مديهولي حته جاهزه وحته مايله، يعني هو مدينا احنا عايزين مين؟ عايزين البعد ده كله اهو، ده البعد اهو، ده البعد البربنديكولار، فمدينا حته منه بفور وحته تانيه عايزين نعرفها. طب اهو مديك المسافه ديت 2، المسافه المايله دي 2، ومديك الانجل دي 30، يبقى الحته دي بكام؟ يبقى الحته دي ب 2 كوساين بلس 2 كوساين ايه؟ كوساين 30. طب الاشاره ايه؟ قال لي الفورس ال 40 دي لو دارت هتدور برضه كلوك وايز. واضح ان كل الامثله هنا كلوك وايز ولا ايه؟ اهي ماينس كلوك وايز. يبقى هنا ادانا البعد مايل فعملت للبعد ريزوليوشن. طب هنا سؤال دي مدينا فورس على لاين بس بعيد عن الايه بوينت، فاجي ازحلقها اهو، ادي الفورس 60 باوند. بتبعد كام؟ قال لي بتبعد الجزء ده. طب الجزء ده بكام؟ قال لي الجزء ده هو نفسه الجزء ده. طب الجزء ده بكام؟ قال لي انا مديك كده بعد مايل ب 1 وانجل 45، يبقى البعد ده هو 1 ايه؟ 1 ساين 45. يبقى ده كده 1 ساين 45. خلاص يبقى المومنت، تعالوا نكتب ال 60 تاني. يبقى المومنت عباره عن كام؟ المومنت اباوت الاو، الفاليو بتاعت الفورس ب 60، والفاليو بتاعت الديستانس هي 1 مضروبة في ساين 45. طب الإشارة إيه؟ قال لي 60 لما تدور حوالين الأو هتدور كاونتر كلوك وايز، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا بلس. طب يلا بينا في الكيس الأخير، المومنت أباوت الأو هيساوي الفورس بعيد عن البوينت. قال لي فتزحلق الفورس فوق البوينت أهو، أدي الفورس أهي 7. البعد فين؟ اهو ادي البعد البربنديكولار عن لاين الفورس. بكام ده؟ والله من الجيومتري انا شايف ان هو مديني الطول ده بفور والطول ده ب 1، يبقى الحته اللي فاضله ديت هي 4 ماينس 1، يعني ايه؟ يعني 3 متر. يبقى معنى كده ان الفورس اللي هي 7 كيلو نيوتن، يبقى هنا 7، والديستانس اللي هي 4 ماينس 1. طب الاشاره ايه؟ والله الفورس دي لما هتدور هتدور في الاتجاه ده، الاتجاه ده اللي هو عكس عقارب الساعه، يعني هنا برضو ايه؟ يعني هنا برضو الاشاره بتاعتي بلس. طيب مثال كمان بيقول لي في فورس اف اكت ات ذا اند اوف انجل اوف براكت. انجل براكت يعني براكت كده على شكل مثلث، يعني ديترماين ذا مومنت اوف ذا فورس اباوت بوينت او. عايز يجيب المومنت حوالين بوينت او ديت. طب ما يلا بينا، الفورس دي كده عدله ولا مايله؟ الفورس دي مايله، اعمل لها ريزوليوشن. فلو جيت عملت لها ريزوليوشن اهي نلغيها بقى مش موجوده دلوقتي، ونيجي هنا نقول في كومبوننت هنا
اللي هو 400 sin 30 وهنا في 400 sin 30 ماشي يبقى المومنت about الاو هيساوي هنا ال 100 sin 30 مش مرة بالاو هبص شايفين الطريق بتاعها اهو فين بعدها ادي بعدها اهو بكام البعد ده 0.2 طب لما هتدور هتدور ازاي قال لي هتدور عكس عقارب الساعة اهي يبقى معنى كده ال 400 sin 30 هتتضرب في 0.2 بس الإشارة ايه الإشارة بلس طب نيجي لل 100 cosine 30 ال 100 cosine 30 ده طريقها اهو بتبعد قد ايه بتبعد المسافة دي بكام المسافة ديت 0.4 طب هتدور كلوك ولا انتي قال لي لا دي هتدور ايه كلوك وايز يبقى معنى كده ماينس ال 400 كوساين 30 مضروبة في بعدها اللي هو بكام اللي هو 0.4 يبقى انا كده قدرت اجيب ايه قدرت اجيب المومنت بتاع الاو بتاع الفورس حوالين بوينت ايه بوينت او طب لو هو طلب مننا طبعا كده المسألة خلصت طب هو لو طلب مننا البربنديكولار ديستنس ديترماين طالب the smallest distance between point O and the force line and the force line طبعا انتوا عارفين ان ال smallest distance هي البربنديكولار ديستنس يعني كلمة smallest distance هي نفسها هي نفسها البربنديكولار ديستنس هي بالعربي البعد العمودي يعني بربنديكولار ايه بربنديكولار ديستنس هنجيبها منين قال لي انت عندك رول بيقول ان المومنت اباوت الاو بيساوي الفورس مضروبه في الديستنس يبقى معنى كده ان الديستنس هتساوي ايه هتساوي المومنت مقسوم على الفورس بس خلي بالك ان احنا هنا هنحط مودلس للمومنت هنحط مودلس للمومنت ومودلس للفورس ليه لان احتمال المومنت اللي انت حسبته ده يبقى بالماينس والديستنس ما تفهمش الكلام ده الديستنس ده في النهايه لينس فانا عايز اجيب ايه رقم على رقم يديني فاليو بوزيتيف طب المومنت معاك اه معايا بكام المومنت يا سيدي قال له اهو انت لسه جايبه اللي هو كان 400 ساين 30 في 2 من 10 minus 400 cosine 30 في 4 من 10 ده هيطلع minus فانا اخد الايه المودلس بتاعه ناخد الاشاره البلس بتاعته divided by a value الفورس اللي هي بكام اللي هي 400 طبعا اللي هيطلع هتبقى اليونت بتاعته بالايه اليونت بتاعته بالمتر اعتقد ان كل اللي عمال اقوله دوت يعني ريفيجن لحاجات انتوا ايه انتم اخدتوها طيب نشوف دي في المسألة ديت بيقول لي هات لي الـ resultant moment احنا كنا اخدنا الـ resultant force وقلنا ان الـ resultant force اللي هو الـ FR بيساوي الـ force الاولانية زائد الـ force التانية وهكذا وقلنا ان ده كده اسمه resultant force طب لو احنا عايزين نجيب الـ resultant moment يعني المومنت about الـ O هيساوي ايه؟ قال هيساوي المومنت بتاع الفورس الأولانية زائد المومنت بتاع الفورس التانية زائد المومنت بتاع الفورس التالتة وهكذا يبقى الرول ده بيجيب لي الـ resultant moment طبعا احنا نتكلم السطرين اللي انا حطيتهم دول هو موضوع الشابتر كله بس انا بفرق لك بس ما بين كلمة resultant moment وكلمة resultant force طيب يلا نحل يبقى الحل اهو solution
عشان نجيب المومنت اباوت الاو هنكتب كده ام او هيساوي ايه الام او ده؟ هيساوي المومنت بتاع الفورس الخمسين زائد المومنت بتاع الفورس الستين بعد كده زائد المومنت بتاع الفورس العشرين بعد كده زائد المومنت بتاع الفورس الاربعين. طبعا لازم يبقى ايه؟ باشارته، لازم يبقى باشارته. طب يلا بينا نمسكها واحدة واحدة. اول حاجة المومنت بتاع الخمسين، الخمسين دي كسر رقم واحد مباشرة، ايه الفورس خمسين والبعد اتنين، احنا بنجيب المومنت حوالين الاو. هتدور ازاي؟ هتدور كلوك وايز، اي هتدور كده، يبقى ماينس خمسين في كام؟ في البعد اللي هو اتنين للفورس المومنت الاولاني، يعني كده بلس. طبعا دول كي الستين، قال الستين بتشد الاو ما بتدورش حواليه يبقى زيرو، ستين طارت. طب نيجي نمسك العشرين، العشرين العشرين ديت بتدور عكس عقارب الساعة وبتبعد كام؟ اهو تعالوا نزحلقها اهي، اهي ادي العشرين بتبعد ايه؟ بتبعد الحتة دي، الحتة دي اللي هي بكام؟ هو مديني هنا بعد مايل بتلاتة، شايفين بعد المايل ده؟ تلاتة اهو. انا بقى عايز ده، عايز اللي قصاد السيرتي، قصاد السيرتي يبقى كام؟ تلاتة ساين سيرتي. طبعا التلاتة ساين سيرتي هي نفسها هنا تلاتة ساين سيرتي، البعد ده هو البعد ده. العشرين هتدور ازاي؟ هتدور عكس عقارب الساعة، يبقى بلس العشرين دي الفورس في البعد اللي هو تلاتة ساين سيرتي. ماشي، امسك لي الاربعين، ادي الفورس الاربعين اهي، هتدور ازاي حوالين الاو؟ هتدور ماينس، يعني معنى كده ماينس 40 في كام؟ تعالوا كده نمسك البعد، تعالوا نكتبها كده في سطر لوحدها، يبقى ماينس 40 في كام؟ قال لي في البعد ده كله لحد الاو، طب البعد ده كله حتتين 2 زائد 2 اللي هي دي بلس دي بلس ديت. طب الحته دي بكام؟ مش ده 3 دي 30، يبقى البعد ده 3 كوساين 30، يبقى هنا كمان بلس كمان اهو 3 كوساين 30، يبقى في الاخر طلعت له مين؟ طلعت له المومنت. طبعا المومنت كفيكتور هيبقى ايه؟ احنا 2 دايمنشن، يبقى اليونت فيكتور بتاعه هو الكي، يبقى ده كده المومنت اباوت point O. ده كده اسمه ايه؟ اسمه الريزلتنت مومنت. about O. يعني هو ده اللي انا عايزه منكم في ال 2D. تاني انا قلت في 4 cases ما بنخرجش براهم. كيس رقم واحد المسألة مباشرة، الكيس رقم اتنين كانت الفورس مايلة، الكيس رقم تلاتة كان البعد مايل، والكيس رقم اربعة كانت الفورس بعيد عن ايه؟ عن البوينت. هل في سؤال في التو دايمنشن؟ عشان عايز اروح للثري دايمنشن. ها في سؤال؟ دكتور هو احنا ما بنحاولش الوحدات صح؟ لا 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 لا، يعني هنخلي لك المسألة كلها نفس المية. يعني ايه نفس الميه؟ يعني لو كان في اكتر من فورس، يعني تعالى كده نشوف المساله ديت، لو في اكتر من فورس هيبقى كلهم نيوتن، هيبقى كلهم كيلو نيوتن. مش هجيب مثلا ممكن خدعه، بس ان انا اقول لك ايه، ان انا اجي مثلا على ال 50 دي واقول لك ان هي عباره عن 10 كيلو نيوتن. بصوا ما كلهم اس اي يونتس، بس خدعتك في ان انا خليت دي كيلو نيوتن ودي نيوتن. طبعا لازم يكونوا كلهم ايه؟ نيوتن او كلهم كيلو نيوتن. دي اللي ممكن الخدعه البسيطه نروح لها. لكن الخدعه الثانيه مش تبعنا. ايه الخدعه الثانيه دي؟ ان انا احط لك الفورس ال 50 دي بالباوند والفورس الثانيه بالنيوتن. لا كده احنا دخلنا بقيت الماده فيزيكس، يعني لا مش احنا مش هنعمل كده.
يعني تحويل اليونتس لا، لكن المالتيبليكيشن بتاع اليونت اه دي معانا، ان انا الكيلو نيوتن احوله لنيوتن او النيوتن للكيلو نيوتن او الميتر لمليمتر والمليمتر لمتر، كل الكلام ده اه طبعا معانا تمام. طيب تعالوا نروح لل 3D. خلصناك يا دكتور. ايه في سؤال في اللي فات؟ اه المساله الاخيره ودي. هو احنا كنا بنتعامل مع الفورسز كانها يعني ماجنيتيود والابعاد بالمتر، فاحنا ليه في الاخر لما جبنا المومنت ريزلتنت كتبنا جنبها الكي كاب؟ يا نهار ابيض، هو ده السؤال؟ انا قصدي نيوتن في متر. لا الكي كاب ده اليونت فيكتور، ملوش دعوه باليونت. يونت فيكتور يعني اتجاه المومنت، غير اليونت بتاعنا اللي هو نيوتن تايمز متر، دي اليونت، لكن ده اتجاه الفيكتور. يعني الكي دي بتقول لنا ان هو حول الزد او اراوند الزد اكسس، لكن دي اليونت بتاعت الميجر، لان انا اخدت الفورس بالنيوتن والدايمنشن بالمتر، يبقى اليونت بتاعت القياس نيوتن تايمز متر. ماشي كلام؟ تمام. خسرت ولا اتلخبطتي ولا ايه؟ ما فهمتها. تمام شكرا. هو كده الكي مش معناها ان انا كده جبت المومنت بالفيكتور؟ اه صح صح، جبت المومنت بالفيكتور. بصي هو حقيقه يعني حقيقه في 2 دايمنشن ما بنحتاجش نكتب كي. ليه؟ لان كلنا عارفين، كلنا دول هم الناس بتوع العلم يعني، كلنا عارفين انها كي. لكن لما بيكون في بقى 3 دايمنشن لا، لازم نهتم المومنت دوت هو كي ولا اي ولا حته من الاي وحته من الكي. ده اللي انا هقوله بالتفصيل في السلايد اللي جاي على طول. لكن في ال2 دايمنشن لا، كلنا بنقول يعني انا لما بيكون المساله 2 دايمنشن واقول لكم يا جماعه المومنت بيساوي ماينس 20 نيوتن متر، اقول لكم بتفهموا ايه؟ انها حوالين الزد لانها 2 دايمنشن وانها كلوك وايز، فاهمين؟ بس طب ليه كتبتها فيكتور؟ عشان احنا في مرحله من مراحل الاسئله هنحتاج ان احنا نبقى عارفين المومنت از ا فيكتور، فطبعا هتبقى عندنا مشكله. طب هو لو 2 دي اكتبه فيكتور ازاي؟ دي مشكله. يعني انا مثلا لو جيت في 3 دي ورسمت لكم شيب بالشكل ده، بصوا كده اهو شيب بالشكل ده، وجيت قلت لكم ان ده الزد وده كده الواي وده كده الاكس، كانها اوضه يعني. لو انا جيت رسمت قوس كده في السقف، فالقوس ده في انهي ورقه؟ في الورقة اللي بارلل للإكس واي بلين. طب ولو جيت هنا شايفين انا عامل له هاتشنج دلوقتي، ده تبارلل للإكس زد، وجيت رسمت كده، طبعا ده كده بقى حوالين مين؟ بقى حوالين الواي. فلو كتبت هنا 20 وكتبت هنا 30، لو حبيت اكتب ال 20 از فيكتور هتبقى كام؟ هتبقى 20 بس حوالين الزد يعني كي. طبعا هي هتبقى بالماينس. ليه بالماينس؟ هوضح ليه بالماينس بعد كده، مش موضوعنا دلوقتي. ال 30 ديت لما اكتبها از ا فيكتور هتبقى ايه؟ حوالين الواي فتبقى جي. يبقى لو كانت المومنت ان بلين بتاخد يونت فيكتور واحد بس، يا اما اكس يا اما واي يا اما زد. طب انت ليه في 2 دايمنشن قلت كي بس؟ لان احنا كلنا متعودين ان ال2 دايمنشن يعني اكس واي بلين، وطالما انا بلف في الاكس واي بلين يبقى انا بدور حوالين الزد اللي هو نورمال عليهم. وصلت؟ هي محتاجه معلش محتاجه تخيل شويه، طبعا لو كنا قدام بعض في المدرج كنا ايه كانت الدنيا وضحت اكتر من كده. انا عايز امسح دي عشان ما تلخبطش المذاكره بتاعه ال2 دي في السلايد ديت. تعالوا بقى نقول كلام الكبار. كلام الكبار بيقول ايه؟ بيقول ما تيجي نجيب المومنت في ال 3 دايمنشنز. يبقى تعالوا نكتب عنوان كده المومنت ان سبيس، المومنت اوف فورس ان سبيس. يلا بينا ناخد المومنت ان سبيس. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت ما عندكش غير هي قاعده واحده،
القاعده الواحده دي بتقول ايه؟ بتقول ان المومنت about point بيساوي الفورس مضروب في البربنديكولار ديستنس. وخلي بالكم ان الفورس ديت بتبقى في اليونت فيكتور ان كاب. ايه القصه دي؟ ايه قصه اليونت فيكتور ان ده؟ ده جديد علينا، مش جديد ولا حاجه. بصوا كده، ادي الورقه بتاعتنا، ادي الورقه بتاعتنا، وادي الفورس. رسمنا فورس كده جوه الورقه اهو، ادي الايه الفورس. وانا عايز اجيب المومنت حوالين البوينت اللي هنا، فانت قلت لي هعمل ايه؟ قلت لي هجيب البربنديكولار ديستنس، اي عايز اجيب الدي دي. اقول لك ان الدي دي في التو دايمنشن سهله، الدي في التو دايمنشن سهله، لكن في الثري دايمنشن تكاد تكون مستحيله. يبقى انا في التو دايمنشن اقدر اجيب بسهوله الديستنس، لكن في الثري دايمنشن الموضوع بيعتبر ايه؟ الموضوع بيعتبر مستحيل. فلازم اعمل ايه؟ لازم الجأ لطريقه تانية. ايه هي الطريقه التانية؟ تعالوا نشوف. كلنا اخذنا الكروس برودكت، كلنا اخذنا في الماس الكروس برودكت. والكروس برودكت قال لنا ايه؟ قال لنا ان انا لو عندي تو فيكتورز A و B، ده كده على جنب كده الكروس برودكت، لو انا عندي تو فيكتورز A و B ومسكت ال A ضربت كروس ال B، هيدينا مين بقى؟ هيدينا ماجنتيود ال A في ماجنتيود ال B في ساين الانجل اللي ما بينهم، بس كل دول في اتجاه يونت فيكتور نورمال على البلين اللي فيه الاي والبي. الكلام ده ممكن نعمله سكيلر وممكن نعمله ايه؟ بالديتيرمنت، ان احنا كنا بنقول هنا بلس اي ماينس جي بلس كي، نيجي بعدها نحط الكومبوننت بتاعت الفيكتور الاولاني اللي هو اي اكس واي 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 زد، وهنا هيبقى بي اكس وبي واي وبي ايه؟ وبي زد. طيب الكلام ده يفيدنا في ايه؟ الكلام ده يفيدنا في ايه؟ قال لي ان انت عشان تجيب البربنديكولار ديستانس هناخد اي بوينت على لاين الفورس. اي بوينت يعني مثلا البوينت دي، دي مثلا كانت بوينت A، فاحنا ديت بوينت B وهنوصلهم ببعض. الانجل ما بين التو لاينز اسمها ثيتا، والبعد دوت هو ار اي بي. طب ايه رايكم؟ انا شايف ان دايما متكون مثلث رايت انجل اهو، هو 3 دي اه بس رايت انجل، يعني الانجل دي 90 ديجري اهي، تعالوا نعكسها من هنا نحطها هنا، هي دي 90 ديجري والدي قدام الانجل، يعني معنى كده ان الدي ده عباره عن ايه؟ الار اي بي بس مضروب في ساين سيتا. طب برضو يعني ايه؟ اقول لك يعني بص، هنجيب المومنت about البوينت عبارة عن R كروس الاف، عبارة عن R كروس الاف. الار كروس الاف ده ايه تفسيره؟ ده انت كنت بتقول لي اف في دي، اقول لك تعالى كده نفك الار كروس الاف، هيبقى ماجنتيود الار في ماجنتيود الاف في ساين الانجل اللي ما بينهم في اليونت فيكتور اللي نورمال على البلين، لان طبعا الورقه كلها هتدور حوالين اللاين ده، اللاين ده نورمال للبلين بتاع الفورس والبوينت، نورمال للبلين بتاع الفورس والبوينت. لما بنجيب له يونت فيكتور اللاين ده بيبقى اسمه يو ان، جاي حتى من كلمه نورمال يو ان. طب الار R
في الساين سيتا. الار في الساين سيتا ده مين؟ قال لي ده الدي. يعني معنى كده فعلا ان ده هيبقى ماجنتيود الاف مضروب في الدي مضروب في اليونت فيكتور بتاع مين؟ بتاع اللاين البربنديكولر على البلين. يبقى معنى كده ان المومنت اباوت اللاين اقدر اجيبه ان هو ايه؟ ار كروس الاف. ار كروس مين؟ كروس الاف. يبقى انا كده هقول له قاعده عامه. القاعده العامه دي بتقول ايه؟ ان المومنت اباوت بوينت تساوي ار كروس مين؟ كروس الاف. يتفضل الار ده بقى هكتبه ازاي؟ الار هكتبه ازاي؟ هاجي اعمل لكم كده قاعده ما ننساهاش خالص. هاجي هنا اكتب كلمه بوينت واحط جنبها مربع البوينت واكتب جنبها ايه؟ مربع. واقول لكم ان البوينت اللي هتتكتب هنا هي نفسها البوينت اللي هتتكتب هنا. طب وديت؟ قال لي دي اي بوينت من على لاين الفورس. يبقى الصندوق اللي انا عامله ده اي بوينت on the force line. on the force line. طب ليه اي بوينت تنفع؟ قال لي انت لما اخدت نقطة بي فاخدت الانجل اللي عاملها اللاين مع الفورس. طب لو اخدت نقطة تانية ولتكن سي هنا هيبقى الار اي سي في الانجل بتاعته برضه. فانت كل لاين هتاخده هتاخد الانجل بتاعته في النهاية تحسب نفس الدي. لان انا التارجت بتاعي هو مين؟ هو حساب الدي. يبقى الرول اللي انا كاتبه ده الرول اللي انا كاتبه ده هو الرول اللي بيحسب لك المومنت اباوت ايه؟ اباوت بوينت. عايزين بقى مثال بسيط كده لان انا تهت منك. طب يلا ناخد مثال بسيط. مثال بسيط خالص كمان. جيت كده رسمت لكم فورس اهي. الكلام ده 3D بقى. الفورس كانت عبارة عن مثلا 50i ماينس 30j. والبوينت اللي كانت بتأثر فيها بوينت B كانت عبارة عن 1 و2 و3 اي ارقام. وانا عايز المومنت حوالين نقطة A اللي هي كانت 0 و2 و0. دي الرسمة اهي. طبعا انا ما رسمتش ولا حاجة، انا حطيت بس شوية ايه؟ شوية داتا. وبقول لك ايه في السؤال؟ determine هات لنا the moment about point A. هات لنا يا سيدي المومنت حوالين نقطة A. يلا نحل. انت قلت لي يا دكتور اول ستيب ان انا اعمل ترانزليشن. طبعا انت هنا مش محتاج تعمل ترانزليشن. ليه مش محتاج اعمل ترانزليشن؟ لان المسألة ايه؟ مترجمة جاهزة. راجل حطيت لي الفورس وحطيت لي ايه؟ البوينت. يبقى كلها مترجمة. روح للستيب اللي بعدها. الستيب اللي بعدها اكتب الرول. الرول ان المومنت، بص بقى كلمة بوينت، مين البوينت؟ البوينت دي هي النقطة اللي عايز حواليها المومنت، نقطة المومنت. طب هو هنا عايز المومنت حوالين الـ A، يبقى دي M A. الـ R كروس الـ F اللي عند الـ B. يبقى أنا أول حاجة كتبت البوينت اللي انا عايز حواليها المومنت. تاني حاجة كتبت البوينت اللي الفورس عندها. تالت حاجة جمعهم عند الار. تالت حاجة جمعهم عند الار. اجمعهم ازاي؟ هنا ام اي يبقى ار اي. طب المكان الفاضي اللي جنبه يمين الايه نحط مين؟ قال لي تحط اي نقطة على لاين الفورس. طب ما هو ما فيش غير نقطة واحدة اللي هي البي. خلاص يبقى هي البي. طب لو كان في بي وسي، البي تنفع والسي تنفع. طب لو بي وسي ودي، خلاص بقى احنا قلنا اي نقطة على لاين الفورس. طيب ده الرول. نيجي
في الهامش بتاعنا اهو، ونحضر للمسألة، نخلي هنا المين ستريم بتاع الحل وهنا الايه التحضير. انت عايز تحضر ايه؟ قال لي عايز اجيب الار اي بي از ا فيكتور. اما خلاص هو مديك الكوردينتس، يبقى ار بي ماينس ار اي. الار بي بواحد واثنين وثلاثة، والار اي هي زيرو واثنين وزيرو. طبعا السبتراكشن بتاع دول هيدينا ايه؟ 1 و 0 وايه؟ و 3. دي اول ايه؟ اول تحضيره. طب تاني تحضيره معانا الحمد لله، ان انا يبقى معايا الفورس از فيكتور. هو الراجل مدهاني عباره عن 50 ونيجاتيف 30 وايه؟ و 0. خلي بالكم ان انا ايه؟ بفضل كله يبقى كانه بوينت كده، كوما كوما كوما، عشان ايه؟ ما نتسوحش في التعويض. تعال بقى على المين ستريم بتاعك واعمل ديتيرمنت. اهو ادي الديتيرمنت، اوله بلس اي وماينس جي وبلس كي. بلس اي ماينس جي وبلس كي، اي كروس برودكت هيبدا بدول. السطر اللي بعده فيه الار، انت جبت الار بكام؟ اهي الار جبتها ب1 و0 وكام؟ و3. السطر اللي بعده الكومبوننتس بتاعت الفورس اللي هي 50 ونيجاتيف 30 و0. 50 ونيجاتيف 30 وايه؟ و0. افك الديترمنت ده ازاي؟ انا هفك الديترمنت ده بالتفصيل الممل عشان بس الناس اللي عندها مشكله في فك الديترمنت، لكن بعد كده طبعا هنحل بطريقه اسرع. يعني اللي انا هعمله دلوقتي مش هنكرره، احنا بس بن ايه بنشرح. الديترمنت ده بيتفك على مرحلتين. اول مرحله ان انا باجي هنا اقول بلس اي واعمل ديترمنت صغير، بعد كده ماينس جي واعمل ديترمنت صغير، بعد كده بلس كي. الخطوه دي مش هنعملها بعد كده، احنا بس عشان بنشرح ونعمل ديترمنت صغير. الديترمنت الصغير ده هو الارقام اللي فضلت بعد شطب الاي. بس انا لما هشطب الاي بصوا كده هنعمل خط، يعني ممكن يعمل ايه باظ لنا الدنيا. اهو انا هشاور بس، هنشطب كل ده وهنشطب الاي ده، يبقى احنا بنشطب ايه؟ بنشطب ايه؟ الرو والكولوم اللي فيهم الاي. اتفضل مين؟ اتفضل دول. اهو انا هعلم على الاي بس. اهو اتفضل مين دول؟ اكتبهم بقى هنا. يبقى 0 و3 ونيجاتيف 30 و0. تعالوا نكرر نفس الكلام مع الجي، نشطب الصف والعمود اللي فيهم الجي. مين اللي فضل؟ فضل 1 و3 و50 و0. اخر حاجه هنشطب الكي، فنشطب الصف بتاع الكي والعمود بتاع الكي. اتفضل مين؟ نكتب بقى الارقام اللي فضلت، 1 و0 و50 ونيجاتيف 30 هيساوي المرحله الثانيه بلس اي. قال لي من المرحله دي بقى تعمل كروس برودكت، بس خلي بالكم الناس بتوع المدارس العربي احنا بنضرب من الشمال. يعني ايه من الشمال؟ يعني هنمسك ده اللي هو الزيرو نضربه في زيرو، وبعد كده الثري في نيجاتيف 30 بس الايه؟ بالماينس. بص هكتبها ايه بالتفصيل، يبقى زيرو تايمز زيرو ماينس 3 في نيجاتيف 30. ده كده كان مين؟ ده كده كان كل الاي ماينس جي. طبعا في كالكوليتر بيعمل الديترمنت ده، هوب بتضرب ارقامك. انا مش عايز كل الديتيلز دي خالص، انا عايز منك تكتب لي ارقام الديترمنت، امسك الكالكوليتر طلع لي ارقام ما بينهم، ما يهمنيش كميكانكس، ما يهمنيش الديتيلز اللي في النص ايه. انا يهمني تملى الديترمنت صح، يهمني تجيب الفاينل انسر صح، اللي ما بينهم
بتاعك انت. نيجي للجي، هضرب ال1 في الزيرو، بعد كده النيجاتيف ال3 في ايه؟ ال3 في 50، يبقى 1 تايمز 0 نيجاتيف ال3 في 50، ده الجي. بعد كده بلس كي، اخر حاجه اهي بلس كي، اضرب ال1 في نيجاتيف 30 ماينس ال0 في 50، يبقى ال1 في نيجاتيف 30 ماينس ال0 في ايه؟ ال0 في 50. طبعا ال50 دي طارت ودي طارت ودي طارت، طبعا ايه الاختصارات كده، تعالوا كده نختصر. يبقى ديت الاولانيه كانت اديتني 90 اي، اديتني 90 اي. بعد كده اللي بعدها 3 في 5 اللي يمدي بكام؟ ب 15، يبقى بلس لان في ماينس وماينس بره، يبقى 150 على الجي. تعالوا بقى نمسك الكي، نيجاتيف 30 في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. طب لو انا طلبت منك الماجنتيود بتاعت المومنت تعمل ايه؟ يا دكتور ماجنتيود، ما احنا عارفين الماجنتيود من الفيكتورز من الحصص اللي فاتت، هيبقى 90 سكوارد بلس 150 سكوارد بلس 30 سكوارد. طب لو طلبت منك اليو ان، ايه اليو ان ده؟ اليو ان ده ده اليونت فيكتور بتاع المومنت. يعني انا لو عايز اليو ان هقول ان هو المومنت فيكتور على المومنت ماجنتيود. طبعا اليونت فيكتور اهو 90 و150 و30 على الماجنتيود اللي هو بقى 90 سكوارد و150 سكوارد و30 سكوارد تحت الايه؟ تحت الروت. يبقى انا كده جبت له اليونت. طب لو انا عايز الفا وبيتا وجاما، خلاص بقى يبقى 90 على الماجنتيود و150 على الماجنتيود و30 على الماجنتيود. طب لو انا طلبت منك كل دي طلبات، كل دي طلبات، لو انا عايز منك البربنديكولار ديستانس تعمل ايه؟ قال لي ارجع للقانون الاساسي. ايه هو القانون الاساسي؟ انا مش انا كده بوظت الدنيا خالص، ان المومنت حوالين البوينت بيساوي الفورس في الايه؟ في البربنديكولار ديستانس. طب معاك ايه بعد ما حلينا الحل ده كله؟ قال لي معايا المومنت كفاليو كرقم، ومعاك الفورس. قال لي معايا الفورس اهو، هقول 50 سكوير زائد 30 سكوير، جبت الفورس، يبقى تقدر تجيب الدي ولا لا؟ الدي هيبقى الفاليو بتاعه المومنت على الفاليو بتاعه الفورس، الماجنيتيود بتاع المومنت على الماجنيتيود بتاع الفورس، جبت البربنديكولار ايه؟ البربنديكولار ديستانس. ماشي الكلام؟ ها في سؤال في الصفحه ديت قبل ما ننقل اللي بعدها؟ احنا هنحل، يعني احنا كده كده هنحل على اللي احنا بنقول عليه، بس انا عايز اشوف الدخله بس اتفهمت ولا فيها مشكله. دكتور قول. احنا كنا دخلنا في ثانويه عامه ان احنا بنعمل المومنت كان بيعمل الفورس في الار. انا ما عدتش على الثانويه العامه، انا جيت طاير كده دخلت كليه الهندسه. سؤالي واضح، في مشكله في الصفحه ديت ولا لا؟ ما كانت طلعت معايا ناقص 150، ما طلعتش معايا 150، طلعت معاك ناقص 150. طب تعالى راجع كده حسبتنا اهو، احنا ماينس جي دي ما فيهاش مشكله، لما جينا شطبنا الجي اتفضل 1 و0 و3 و50، فلما جيت ضربت بقى 1 في 0 ماينس 3 في 50 فماينس، وفي ماينس الجي فبقت بلس. راجع طريقتك كده، ممكن بعد المحاضره نقعد انا وانت كده لو فينا صحه انا وانت برضه نبدا ايه نشوف ليه طلعت معاك بلس والمفروض تطلع ماينس. اما ايه الحل طبعا ان شاء الله يقنعك. يعني هو بيقول اف في ار. لا مش عايزين نجاوب، مش عايزين نجاوب. ها لا بقول لحضرتك يعني ليه طلعت معاه بالنيجاتيف. لا ملناش دعوه، هو عكس القانون، ملناش دعوه يا سيد. سيبك من الموضوع ده، ما تدخلش. ها في اسئله في الصفحه ديت؟ طب يا مسهل صراحة انتوا دفعة، يعني انا مبسوط منكم جدا 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 بصراحة، انتوا ما شاء الله عليكم، بس طبعا هنشوف ده في الدرجات لما نيجي نمتحن. دكتور السلايد اللي فاتت احنا اليونت فيكتور بنضربه في بعد ما نجيب الناتج بنضربه في الهني ولا بنسيبه كده؟ لا هو بيطلع فيكتور، الكروس برودكت اسمه كروس برودكت، هو بيطلع فيكتور لوحده. ايوه لو انا بقى اليونت فيكتور، اليونت فيكتور لو انا عايزه بعمل فيه ايه؟ بقسم المومنت فيكتور على الماجنتيود. مش لازم اجيبه يعني؟ لا مش لازم تجيبه خالص، انا بقول لك، انا عمال اقول لك ايه، افرض طلبت منك كذا، افرض طلبت منك كذا، افرض طلبت منك كذا، دي كلها فروض طلبات فانت تكمل.
هو بص، هو سؤالك حلو برضو من زاوية ايه، ان يا دكتور لما الراجل طلب المومنت اباوت بوينت ايه، هو يقصد الفيكتور ولا يقصد الفاليو؟ ده سؤال كويس. لو انا قلت لك هات لي المومنت اباوت بوينت او بوينت ايه، يبقى لازم تجيب لي الماجنيتيود اجباري، لان لما تجيبوا لي 90 اي و150 جي و100 يعني كام، يعني كام؟ انا بقول لك عايز افك المسمار ده، افكه بمومنت كام؟ انت تقول لي 90 اي و150 جي وماينس 30 كي، انا مش عايز كده، انا عايز الفاليو بتاعت المومنت. فصيغه السؤال بالمنظر ده تخليك لازم تكمل المساله بانك تجيب ماجنيتيود. طيب لو هو قال لي هات لي المومنت اباوت ايه، ايوه الله عليك، بعد ما اجيب الفيكتور ده، ما انا مش عارف اعمل غير كده، بعد ما اجيب الفيكتور اجيب له انا الايه الماجنيتيود. لكن لو قال لك هات لي المومنت اباوت بوينت ايه ان فيكتور فورم، بص هنا الراجل وضح ان فيكتور فورم، يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ هجيب الفيكتور واقف ما كملش. ماشي كلام؟ تمام. طيب ماشي يا باشمهندس، تعالوا نمسك المساله ديت. في المساله ديت بيقول لي تو فورسز، فين التو فورسز دول؟ اهم الفورس اف 1 بتاثر عند بوينت A، والفورس اف 2 بتاثر عند بوينت B. بيقول لي تو فورسز اكت اون ذا راد شون، طبعا هو يقصد الراد البايب المتنيه ديت، اي كانت حته على الواي وحته بارلل للاكس وحته بارلل للزد بس لتحت. ديترماين ذا ريزلتنت مومنت، خلاص بقى عرفنا ريزلتنت مومنت يعني ايه. زي كرييت اباوت ذا فلانج ات او، الفلانج دي كلمه فلانج معناها قرص فيه مسامير كتير، ده معنى كلمه فلانج. يعني هو لما بيثبت البار ده في الحيطه لو ربط بمسمار واحد البار هيتقطم مش هيمسك، فبيعمل ايه؟ بيقوم عامل كده حته حديده مدوره ويربط فيها اكتر من مسمار. الحته الحديده المدوره اللي فيها اكتر من مسمار دي اسمها فلانج. بيقول لي اكسبريس، ها سؤال بقى زميلنا اللي كان لسه بيتناقش معايا، بيقول لي اكسبريس ذا ريزلت از كارتيزيان فيكتور، يبقى انت بعد ما تجيب الفيكتور ما تروحش تجيب لي ماجنيتيود. طيب ترجم، يلا نترجم. بيقول لي ديترماين ايه؟ ديترماين the resultant moment، يبقى هو عايز الام حوالين الاو، وقال لي هات لي الاجابه بتاعتك as a vector. دي كده ستيب رقم واحد. الناس تتابع معايا كويس جدا. ستيب رقم واحد ترجم، لو ما ترجمتش يبقى انت في وادي والمساله في وادي. طيب الستيب رقم اتنين، ستيب تو، كنا بنعمل ايه؟ قال لي رول، قول لي بقى يا سيدي ايه هو الرول اللي هيجيب لك الريزلتنت مومنت. قال لي الرول بيقول ان المومنت اباوت الاو الريزلتنت بيساوي المومنت اباوت الاو للفورس اف واحد. تعالوا ايه نكتبها بشكل يتفهم لينا كلنا، للفورس اف واحد زائد المومنت اباوت الاو للفورس اف 2. ده كود كده احنا نتفق عليه بيوضح لنا كل ايه، كل واحده لوحدها. طب ما القانون ده عايز يتفسر اكتر، يتفسر اكتر ازاي؟ شايفين البارت الاولاني من القانون، البارت الاولاني ده المومنت اباوت الاو للفورس الاولانيه، ده ليه رول؟ اه ليه رول، اللي هو المومنت اباوت بوينت. هيبقى ايه بقى؟ قال لي هيبقى ار ار كروس الاف واحد. ماشي سيبه كده، سيبه كده. بعد كده زائد ار كروس الاف 2، ده مين؟ ده المومنت الثاني، اهو المومنت الثاني هيبقى ار كروس الاف 2. يعني معنى كده ان انا بحسب كل واحد لوحده، بحسب ايه؟ كل واحد لوحده. طب ده احنا بنجيب المومنت اباوت الاو، المومنت اباوت الاو، يبقى لازم كل الار تبدا بالاو. يلا بينا نغير لون البوينتر لان دي حاجه مهمه جدا. عايزين نجيب المومنت اباوت الاو، يبقى الار هنا تبدا بالاو،
والار هنا هي كمان تبدا بالاو. طيب نغير اللون كمان، الموضوع ده مهم جدا. تعالوا نختار مثلا اللون ايه، تعالوا نختار الاخضر. احنا قلنا ان النقطه الثانيه بتبقى من على لاين الفورس. الفورس اف 1 موجود عليها بوينت اسمها ايه، مفيش غيرها، يبقى انا هنا هختار نقطه ايه لمين؟ للفورس اف 1. الفورس اف 2 بتمر بوينت اسمها بي، يبقى ما قداميش غيرها، يبقى هنا برضو في مين؟ نقطة بي. كده أنا كتبت القانون وجهزته التجهيزة التمام. القانون ده ما كانش معايا آلة طباعة قمت جاي طبعه مرة واحدة. افتكروا احنا عملنا ايه الأول؟ الأول كتبنا الصورة دي. طبعا الناس الشاطرة اللي أنا مش منهم يقدر ايه؟ يقوم خابط الفاينل فورم على طول، بس انا مش من الشاطرين بصراحة، انا بمشي كده يعني على مهلي لحد ما ايه ما ابقى واثق من خطواتي، انا بتكلم عن نفسي. فالمومنت اباوت الاول الفورس الاف الاولانية زائد المومنت اباوت الاول الفورس التانية. بعد كده قمت ماسك كل مومنت فكيته في قانونه ار كروس الاف 1 والتاني كان ار كروس الاف 2. دي المرحلة التانية من تفكير. المرحلة التالتة من تفكيري حطيت البوينت اللي انا بجيب حواليها المومنت. انا بجيب المومنت حوالي مين؟ حوالين الاو. فالار اللي هنا بدأت بالاو والار اللي هنا برضو بدأت بالاو. طب وبعد كده قال لي حطيت بوينت من على لاين الفورس، يعني جيت هنا حطيت الاي لان الفورس اف 1 بتمر بالاي، وجيت هنا حطيت البي لان الفورس اف 2 مالها بتمر بالبي. ده القانون ده مهم، ده هو المسألة، القانون ده هو المسألة. نيجي بقى نجهز التجهيزات بتاعتنا في الهامش بتاعنا. انت محتاج الـ ROA. ايه الـ ROA ده؟ قال لي يعني تمشي من الـ O وتروح للـ A. والله انا لو مشيت من الـ O رحت للـ A هلاقي نفسي مشيت مع الـ Y5. وصلت؟ اه وصلت. خلاص يبقى انت ما مشيتش على الاكس وما مشيتش على الزد، لكن مشيت على الواي ايه 5. طب ما تيجوا كمان نجيب الار او بي. ايه الار او بي ده؟ قال لي يعني تمشي من نقطه او وتروح لنقطه بي. يلا بينا. عشان امشي من الاو للبي همشي الحتة اللي أنا كنت مشيتها للـA، بس هكمل بقى على الماسورة بتاعتنا، حتة كده على الـX وحتة عكس الزد. عكس الزد، عكس يعني إيه؟ يعني ماينس. يلا نكتب اللي إحنا مشيناه أهو، نكتب اللي إحنا مشيناه. أنت مشيت مع الواي 5 أدي يا سيدي، مع الواي 5 ومشيت مع الإكس 4، مشيت مع الاكس 4 ومشيت عكس الزد 2 يعني نيجاتيف 2. في ناس مننا مصمم يشوف هو مشي الاول كام اكس، بعد كده مشي كام واي، بعد كده مشي كام زد. هو انت يعني لو جبت حاجه قبل حاجه هتغلط؟ مش هتغلط، اللي مشيته اكتبه ايا كان مكانه ايه. طيب جبنا الايه؟ جبنا التحضيرات. يتفضل التعويض. عايزين ايه؟ عايزين نعوض بالارقام اللي احنا جبناها. الارقام اللي احنا جبناها هي الار والار. يبقى عندي المومنت about الاو هيساوي لكل كروس ديترمنت، لكل كروس determinant، يبقى هنا بلس اي ماينس جي بلس كي، بلس اي ماينس جي بلس كي. الار الاولانيه بصوا عملت الديترمنت كلها انا مره واحده. الار او اي جبناه اه اللي هي كان 0 و5 و0. طب والار الثانيه كانت كام؟ قال لي كانت 4 و5 ونيجاتيف 2. الفورسز الحمد لله الراجل هنا
جاب لنا الفورسز جاهزة، يعني الفورس الاف 1 عبارة عن ماينس 60 وهنا 40 وهنا 20. طب الفورس الثانية كانت كام؟ قال لي 80 وهنا 40 وهنا ماينس ايه؟ ماينس 30. يلا بينا. بلس اي ماينس جي بلس كي. بالنسبة للاي الاولاني هنشطب كده الاي وينتر اوبشنز وناخد اللون الاصفر. هنشطب الاي يبقى واضح ان احنا هنشطب ده دايما، وهنشطب هنا برضو نفس الايه؟ نفس الاي. طيب اللون ده مش هتشوفوه خالص. تعالوا نرجع لمين؟ اللون لا نيجي هنا فين؟ هنيجي للون الايه؟ تعالوا نستخدم اللون الازرق، انا شايفه اوضح لكم. لما اشطب بقى الحاجة اللي مضروبة في الاي اللي هو هنا ده، يتفضل الخمسة في العشرين ماينس زيرو في اربعين. اهو خمسة تايمز العشرين ماينس زيرو في الاربعين. خمسة في عشرين ماينس زيرو في اربعين. طبعا الزيرو هيطير الاربعين. نيجي للديترمنت اللي بعده، ينفع ينفع، ما احنا نجمعهم على بعض. نشطب الاي من الديترمنت التاني، فتفضل لي ايه؟ اتفضل لي 50 في نيجاتيف 30 ماينس ماينس 2 في 80. كده جبنا كل الاي. طبعا ده ايه؟ هيطير كل الاي من الديترمنت كلها. نيجي على الجي، هشطب الجي. يا دكتور هي مش دي 5 اتفضل لي 0 مش 50 هي 5. انا كتبت 50. 5 5. مين اللي كتب 50 دي؟ انتوا اكيد. 5 اهي 5 ماشي دكتور. معلش ما شاء الله انتوا ايه المفروض تبقى الاولانيه برضو 5 5 يا اختر. 1 نسله 2 في 40 يبقى 5 في 40. نراجع. طيب نراجع. طيب بالراحه علي بالراحه نراجع. طيب يبقى 5 في 20 ماينس 0 في 40 ده الايه؟ ديترمنت الاولاني. نيجي للي بعده، هيبقى 5 في نيجاتيف 30 ماينس 2 في 40. وانا كنت روحت ولا ايه؟ ايه 40 ماشي ماشي. مسكتوا لي غلطه يعني. اوكي نيجي للجي، هنشطب الجي. هنشطب الجي اتفضل كام؟ يلا يا رب ما غلطش انا بقى في دين. يبقى 0 في 20 0 في 20 ماينس 0 في ماينس 60. طبعا انا اقصد اكتب كده عشان لما تيجي انت تذاكر تبقى عارف اصل الارقام فين، ما عدش اكتب فاينل انسر وخلاص. تعالى نمسك الايه؟ الديترمنت الثاني. هنمسك بقى ايه؟ هنشطب برضو الخمسة والاربعين، الصف اللي فيه الجي، العمود اللي فيه الجي. فيتفضل لي 4 في ماينس 30 ماينس ماينس 2 في 80. كده ايه؟ كده الجي، اعتقد ان هو صح. نيجي نمسك الكي، هنشطب الكي. اتفضل 0 في 40 ماينس 5 في ماينس 60. بعد كده نيجي هنا نشطب برضو الكي، فيبقى 4 في 40 ماينس 5 في 80. كل ده في اتجاه مين؟ في اتجاه. طبعا الناس اللي هي معاها كالكليتور زيكم هيقوم جاي ماسك الديترمنت الاولاني هيطلعوا ثلاث ارقام، والديترمنت الثاني هيطلعه ثلاث ارقام، ويجمع الاي زائد الاي والجي زائد الجي والكي زائد الايه؟ الكي. طبعا ده اللي انا عايزه منك، يعني انا عايز منك الفرده دي، وعايز منك هوب تكون جايب لي الايه؟ الفاينل انسر. فانا هستنى منك رول واضح، هستنى منك رول واضح، هستنى منك تعويض واضح، هستنى منك ايه؟ هستنى منك فاينل فيكتور. هم دول اللي انا بستناهم منك. ما بين بقى الستيب 2 والستيب 3 انت بتعمل ايه مش موضوعي انا خالص. انا موضوعي عايز اشوف ان انت كتبت القانون صح، عوضت التعويض صح، وجبت الفاينل انسر صح. عشان بس ايه؟ في ناس بتقعد في الستيب ما بين 2 و 3 يقعد يكتب لي صفحات ويقول ده انا طلع عيني في الامتحان. مش موضوعي الايه؟ الستبس اللي انت اخدتها لحساب الفاينل انسر. معلش درجات. طيب مساء. في اكيد ما فيش سؤال بقى في اللي احنا حلينا ده. يلا بينا نروح على ايه؟
الاكزامبل 4.3. انا بس عايز اشوف فاضل لنا كم اكزامبل. ده ايه ده؟ ده ما فيش اكزامبلز ثانيه. ده هو ده ايه اخر اكزامبل. ماشي. المحاضره النهارده الحمد لله ايه خفيفه شويه، مش كل مره مطلعين عينكم. بيقول لي هنا determine the moment produced by the force F about point O، وبرضو هات لي الانسر بتاعتك في ايه في صورة كارتيزيان فيكتور. واضح ان المسألة دي برضو ما قدمتش جديد، لكن الراجل طولها شوية. طولها شوية ازاي؟ قال لي طولها في التحضير. يعني ايه يا دكتور بقى طولها في التحضير؟ لو تابعتوا معايا هتلاقوني ان انا في اول اكزامبل اديتكم الفورس جاهزة والكوردينتس جاهزة، جيت في المسألة اللي بعدها اديتكم الفورسز جاهزة بس الكوردينتس مش جاهزة فروحت حسبتوها. في المسألة ديت بقى لا اداني الفورس جاهزة ولا اداني الكوردينتس ايه جاهزة، لكن نفس الايه نفس الحل. تعال نشوف ازاي. هو بيقول لي هات لي المومنت اوف ذا فورس اباوت او، يبقى هو عايز مين؟ عايز الام او، عايز الام او، وبيقول لي هاتها لي ايه as a vector. الحل طبعا، والراجل يشكر رسم لي الفيكتور بتاع الفورس. طب يا دكتور لو ما كانش رسم لي الفيكتور بتاع الفورس كان هيعرفني ازاي؟ كان هيقولها لك كده، كان هيقول لك determine the moment about O of the force F exerts at E. هيقولها كده لان طبعا الحبل اللي فيه فورس 2 كيلو نيوتن زي ما بيشد نقطة A اللي على الشجرة بيشد كمان الجرار اللي عند نقطة B. فانت عايز ايه؟ قال لي ده انا عايز الفورس اللي عند الشجرة هي اللي تلف الشجرة، فمنطقي ان انا اطلب منك المومنت اباوت الاو للفورس بتأثيرها عند نقطة مين؟ عند نقطة ايه. فهو الراجل حلل المشكلة ديت وقام عامل ايه؟ وقام راسم سهم الفورس على طول. ده برضو ينفع. طيب ايه الخطوة التانية؟ قال الخطوة التانية رول. الرول بيقول ايه؟ ان المومنت اباوت الاو هيساوي ار كروس الاف، ار كروس الاف. يبقى انا هنا بكتب القانون فاضي، بكتب القانون فاضي. الناس اللي بتلخبط في الحتة دي بالله عليكم ركزوا معاي. اول استيب عملت ايه؟ كتبت الرول فاضي. الاستيب التانية ان انا هكتب الحروف. تكتب الحروف ازاي؟ تعالوا نشوف. انا يعني مش عايزكم تغلطوا اي غلطة في الحتة دي. تعالوا نعمل البوينت او دي بالاحمر اهي، وتعالوا نحط البوينتس بتاعة الفورس. الفورس من فين لفين؟ بدايتها ايه ونهايتها بي، لان هو رسم لي السهم خارج من الاي ورايح للبي. طيب تعالى بقى هتملى ايه في الار؟ قال لي اول حاجة، اول حاجة هاخد الاو اكتبها هنا. طب وتاني حاجة؟ قال لي هاخد نقطة من على الفورس، ممكن نقطة A وممكن نقطة B. قال لي بس الأقرب أسهل، الأقرب أسهل. يعني إيه الأقرب؟ يعني على بعد أقرب؟ لا، بصوا كده، لو أنا مشيت، إحنا طبعا لو إحنا اخترنا الـ A هنمشي من الـ O للـ A، ولو اخترنا الـ B هنمشي من الـ O للـ B. فبصوا كده، من الاول الاي اسهل ككوردينتس ولا من الاول البي اسهل؟ هما الاثنين سهلين بس الاي اسهل، فيبقى الاسهل هي الاي، لكن الاثنين هيدوني نفس الايه؟ نفس الانسر، نفس الاجابه. طيب تعالوا نحضر للمساله للتحضير. اول حاجه عايزين نجيب الار او اي. الار او اي يعني همشي من الاول الاي. واضح ان انا لما مشيت من الاول الاي مشيت مع الزد 12، يعني 0 و0 و12 12.
يلا نجيب الفورس اللي هي اف اي بي. بص الدروس عماله بتلم ورا بعضها اهي. يعني الليكتشر اللي ناخدها النهارده موضوع كبير، تيجي في الليكتشر اللي بعدها تبقى ستيب. يعني احنا الليكتشر اللي فاتت اخدنا ليكتشر كامله بنكتب فيها الفيكتور اف اي بي. بصوا النهارده كتابه الفيكتور اف اي بي بقى ستيب في الحل. عشان كده بنصحكم نصيحه، محدش في ماده الاستاتيك يسيب سلمه غير لما يفهمها. يعني الاستاتيك هي سلالم مبنيه فوق بعضها، لو في سلمه وقعت منك مش هتعرف تكمل طلوع على السلالم. طيب نجيب الاف اي بي ازاي؟ ضروري اخدناه الليكتشر اللي فاتت. الفاليو بتاعه الفورس اللي هي الاف اي بي في اليونت فيكتور بتاع لاين الفورس، طبعا ده بوزيشن فيكتور مش الفا وبيتا وجاما او سيتا وفاي. الفاليو بتاعه الفورس هي 2، ما حاولتهاش خلي بالكم، 2 كيلو نيوتن، سبتها 2 كيلو نيوتن في اليونت فيكتور. اهو نفتح نشد بقى السطر بتاعنا كده عشان نحسب اليونت فيكتور. هتمشي من فين لفين؟ قال لي همشي من الاي للبي، همشي من الاي للبي. عشان امشي من الاي للبي هنزل للارض، بعد كده همشي مع الاكس حته، بعد كده همشي مع الواي حته كمان، مع يعني بلس. فانا مشيت عكس الزد 12 ومشيت مع الاكس 4 ومشيت مع الواي 12. كل الكلام ده على ايه بقى؟ على الماجنتيود بتاع الفيكتور، بتاع فيكتور البوزيشن. يعني يعني 4 سكوارد زائد 12 سكوارد زائد 12 سكوارد. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الماجنتيود. طيب نعمل ايه بعد كده؟ قال لي سبستيتيوت في الرول. الرول بيقول ايه؟ ان المومنت اباوت الاو هيساوي الار او اي كروس الفورس اف اي بي. اعمل الديترمنت اهو، بلس اي ماينس جي بلس كي. الار بكام؟ قال لي الار 0 و0 و12. طب والفورس؟ قال لي 4 و12 ونيجاتيف 12. 4 اهي و12 ونيجاتيف 12. انت ما نسيتش حاجه؟ نسيت حاجه طبعا، دي تحت الرود مش ديت، ما اقصدش ديت، ان انا التو الرود ديت فين؟ قال لي طلعهم بره الديترمنت. يبقى هنا الاثنين على الروت طلعوا بره الديترمنت. يبقى هنا 4 سكوارد و12 سكوارد وايه؟ و12 سكوارد بره. طبعا انتوا اشطر مني في الحته ديت، ان الديترمنت لو في كومن فاكتور اقدر ارميه بره الايه؟ بره الديترمنت. طب ده هيدينا ايه؟ تعالوا كده سريعا، التو على الروت. انا طبعا ما حسبتش بقى الروت ده، انتوا تبقوا تحسبوه 4 سكوارد و12 سكوارد و12 سكوارد. يلا بينا نفك الديترمنت، هيبقى بلس اي. لو شطبنا الاي اتفضل لي كام؟ 0. خلاص بقى الزيرو نسيبه، هيتفضل لي نيجاتيف 12 في ايه؟ في 12. ماينس جي، لو شطبنا الجي هيبقى ده في ده، يبقى ماينس 12 في ايه؟ في 4. طب لو قلنا بلس كي، لا ده واضح ان الكي مش موجود، يبقى هنا تايمز ايه؟ تايمز 0. يبقى هنا طلعت المومنت، وهو طالب المومنت ده ماله؟ از اكارتيزيان فيكتور. از ايه؟ اكارتيزيان فيكتور. طبعا هيبقى فاضل لنا المومنت اباوت لاين، ده تعالوا نقوله بالتفصيل المره الجايه. اعتقد النهارده كفايه عليكم كده، الا لو كنتوا عايزين بقى احط لكم مساله كمان دلوقتي قولوا لي وانا احل لكم مساله كمان زياده. لو مش عايزين يبقى ايه كفايه عليكم النهارده. ها في اسئله؟ حلو صح؟ لا تمام كده حلوه يا دكتور. لا كده حلوه يا دكتور. تعالي نوقف الفيديو. طب تعالوا نوقف الفيديو ولا عايزين كده؟ طيب حاضر. لا يا دكتور نحل واحده ثانيه نسمع اسئله الناس. جايز نحل واحده.